في نهاية هذا المقطع راح يكون عندك هذا اللبس، مبروك عليك. يلا نخش في الجلتش. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد وجلتش جديد. شكرا لكم على الدعم في المقاطع اللي راحت، صراحة ما قصرتوا على الدعم، جدا خرافي وجدا اسطوري، ومو غريب عليكم لانكم زي ما تعرفون اساطير. طبعا زي ما شفتوا في عنوان المقطع وزي ما شفتوا في بداية المقطع اللي هو حزام الشرطة، لكن هذه المرة اللي هو بمسدس. مقطع امس او زي ما تشوفون في الجيم بلاي اللي هو كان حزام الشرطة مع اللي هو العصاية، لكن هذه المرة باللي هو المسدس في الحزام. طبعا اول شيء لازم اقول لكم، ترى راح نحذف شخصية البنت، وبرضو ترى الجليتش هذا يحذف جميع ملابس شخصية الولد عشان تكونوا على دراية وعلى علم بالجليتش. يعني نحذف شخصية البنت، وبرضو اللي هو يحذف جميع شخصية الولد، لكن تقدر تستبدلها بملابس مهكرة. طيب اول شيء راح تروح عند اللي هو اقرب محل ملابس، تخش عند محل الملابس، تروح عند اللي هو البائعة وتضغط سهم يمين، بعدها راح تروح عند اللي هو ستاندرد او الخيار رقم 2، بعدها راح نختار اللي هو اول خيار، نشيل اللي هو اي شيء في وجه الشخصية، وتشيل برضو اللي هو الباراشوت، بعدها راح اللي هو نحفظ اللبس في عدة اماكن، 4 اماكن الى 5 اماكن كفاية كده. بعد ما هذا كل اللي عليك انك تسوي ستارت، بعد الستارت تروح عند اونلاين، بعد الاونلاين راح تروح عند اللي هو السواب كاركتر او اللي هو تبديل الشخصية. لما يدخلك على اللي هو السواب كاركتر او مكان تبديل الشخصية او اختيار اللي هو الشخصيات، ضروري يكون عندك اللي هو شخصية الولد في اللي هو اليسار وشخصية البنت في اليمين. طبعا الكل راح يكون عنده زي كذا، اللي شخصيته الرئيسية عنده في البنت. يعني اذا كان عندك الولد في اليسار والبنت في اليمين، اعرف انك تقدر تسوي جليتش. روح على البنت واضغط عليها اكس. اذا كانت شخصية البنت عندك جاهزة من اول، راح يدخلك على طول اونلاين. اذا كانت شخصية البنت اول مرة تلعبها او قد حذفتها او سويت ملابس جلتشات الملابس، راح يقول لك اللي هو سوي لها تعديلات الى اخره، خليها شخصية بنت وبعدها خش اونلاين. راح يقول لك سكيب توتوريال حق اللي هو التعريف بجراند، قل له اكس برضو، بعدها تعالوا قابلوني لما اللي هو يرسبنا في الاونلاين. لما يرسبنك اونلاين، كل اللي عليك انك تروح عند اقرب محل ملابس، راح تتوجه لي اللي هو الباند سكشن وتضغط سهم يمين، بعدها راح نروح عند اللي هو سكيرتس او الخيار رقم 7، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 5، بعدها راح نروح اللي هو توب سكشن ونضغط سهم يمين، نروح عند اللي هو الجن رانينج تي شيرت او الخيار رقم 20، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 60، ضروري يكون 60 يا جماعة. حلو، تختاروا الخيار رقم 60 مرة ثانية، ترجعوا عند التوب سكشن تضغطون سهم يمين، تروحون عند اللي هو الورك جاكيت او الخيار رقم 9، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 19 زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بعدها راح نروح عند اللي هو الشوز سكشن ونضغط سهم يمين، بعدها راح نروح عند اللي هو السكيت شوز او الخيار رقم 4، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 3، نروح عند اللي هو الاكسسوري سكشن نضغط سهم يمين، نروح عند جلوفز ونلبس اللي هو الخيار رقم 4 اللي هو اللايت وودلاند تاكتيكال، بعدها راح نروح عند اللي هو الجلاسز سكشن ونضغط سهم يمين، بعدها راح نروح اللي هو الكاجوال جلاسز او الخيار رقم 2، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 22، بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس، كل اللي عليك الحين انك تسوي ستارت، بعد الستارت اونلاين، بعد الاونلاين راح تروح عند اللي هو الكرييتر. لما تخش على الكرييتر راح تسوي اللي هو الكرييت ريس او ثاني خيار، بعدها راح تختار اللي هو الخيار رقم 3 اللي هو اللاند ريس، اضغط اكس على الريس ديتيلز، راح يجيك اللي هو تايتل او العنوان راح تكتب له اي شيء، الديسكريبشن راح تكتب له اي شيء، والصورة راح تصور له برضو اي شيء.
بعدها نروح عند اللي هو الخيار رقم 7 اللي هو الرود تايب، ونختار اللي هو البوينت تو بوينت. بعدها راح نضغط دائره نروح عند اللي هو البليسمنت، بعدين نروح نضغط على البليس تريجر اكس ونحطه في اللي هو المكان اللي يسمح لنا نحطه فيه. بعدها نضغط دائره نروح عند اللي هو اللوبي كاميرا وناخذ لنا صوره. بعدها نضغط دائره نروح عند تشيك بوينتس، نروح عند اللي هو ماكسيمم بلايرز نخليه 3. بعدها راح نبدا نحط اللي هو تشيك بوينتس الين ما يختفي معانا اللي هو المثلث الاحمر اللي بداخله علامه استفهام زي ما تشوفون، تشيك بوينتس الين ما يختفي. لما يختفي معاك اللي هو المثلث الاحمر، كل اللي عليك انك تضغط دائره مرتين. بعدها راح تروح عند اللي هو تيست او اللي هو اختبار. بكل بساطة راح يرسبنك في سيارة، كل اللي عليك انك تكمل السباق اللي سويته. لما تخلص اللي هو السباق، كل اللي عليك انك تجيك راح تجيك رسالة تضغط عليها اكس. بعدها راح تسوي اللي هو ستارت. بعد الستارت راح تروح عند اونلاين. بعد الاونلاين راح تختار اللي هو شوز كاركتر او الخيار رقم 3 زي ما تشوفون في الجيم بلاي. لما يرجعنا لمكان اختيار الشخصية، ركزوا معانا هنا يا جماعة، لاننا راح نحذف اللي هو شخصية، راح نحذف اللي هو شخصية البنت اللي سوينا فيها الملابس. حلو، يعني راح نحذف شخصية البنت اللي سوينا فيها الملابس، شخصية البنت اللي في اليمين. راح نروح عندها ونضغط اللي هو مربع، راح يقول لنا ار يو شور، راح تضغط اكس، راح يجي لك اللي هو اكتب كلمة ديليت، اكتب له كلمة ديليت. بعدها راح يقول لك انه حاليا قاعدين نحذف الشخصية. ننتظر الين ما يرجعنا مرة اخرى لمكان اختيار الشخصية. اول ما يرجعنا راح نضغط اللي هو دائرة عشان يرجعنا للي هو الاوفلاين. لما يرجعنا ليه اللي هو الاوفلاين، كل اللي عليك انك تسوي ستارت. بعد الستارت راح تروح اونلاين، بعدها تروح اللي هو بلاي جي تي اونلاين، بعدها راح تسوي جو وننتظره الين ما يرسبنا في الاونلاين. لما يرسبنا اونلاين، كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو اقرب محل ملابس عشان نتأكد انه اللبس حقنا موجود. نوصل عند محل الملابس، نروح عند البائعة ونضغط سهم يمين. نروح عند اللي هو سيف ده اول خيار، راح نلاحظ انه اللبس حقنا موجود. الحين كل اللي عليك انك تروح عند الخيار رقم 36 او اللي هو البايكر سوتس. بعدها راح تختار اللي هو البلاك بايكر سوتس او الخيار رقم 4. بعدها ستارت، بعد الستارت اونلاين، جوب بلاي جوب. بعدها تروح عند اللي هو البوك ماركت، تروح عند اللي هو الفيرسز وتخليها كروكيت كاب. اذا ما كانت موجودة عندك اللي هو الكروكيت كاب، راجع المقاطع السابقة شرحت كيف انك تمسك هوست بيها. طيب لما تخش المهمة، روح عند اللي هو الكلوذين او الخيار رقم 6 وراح تخليه اللي هو البلاير اون. بعدها ننتظر واحد يخش معانا. لما يخش معاك واحد، انتظر الين ما تبدأ المهمة. اول ما تبدأ المهمة، روح عند الخيار رقم 3 اللي هو الاون اوتفيت او الخيار رقم 3. بعدها راح تضغط سهم يمين على اللي هو اللبس حقنا زي ما تشوفون، اللي هو الحزام مع المسدس وايادي مخفية،
ونظارة الشطرنج زي ما تشوفون. الحين ننتظر إلين ما تبدأ المهمة، تسوي ريدي طبعا وتنتظر إلين ما تبدأ المهمة. لما تبدأ اللي هو المهمة، كل اللي عليك الحين انك اللي هو تفك الانتراكشن منيو ضاغط على التاتش باد. بعدها راح تروحون عند اللي هو ستايل، بعد الستايل اكسسوارز، وراح تحط اللي هو نظارة او انك تحط اللي هو الريبريذر، يعني اهم شيء تحط شيء في وجه الشخصية. بعدها كل اللي عليك انك تطلع من المهمة بالجوال، ونشوف كيف راح يكون اللبس اول ما نرسبن. لما نرسبن اونلاين زي ما تشوفون اللي هو حزام الشرطة مع المسدس، صراحة شيء خرافي. وبرضو ايادي الشخصية مخفية، وتشوفون اللي هو الجلوفز نقلناها على اللبس حقنا. يعني صراحة الجلتشات جدا خرافية وجدا اسطورية. الحين كل اللي عليك انك تتوجه لأقرب محل ملابس عشان نحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس، كل اللي عليك الحين انك تفك الانتراكشن منيو، تروح عند ستايل، بعد الستايل روح عند باراشوت وحط اللي هو البلاك باراشوت. روح عند اللي هو الاكسسوري سكشن واضغط سهم يمين، روح عند اللي هو السكارف والبس اللي هو البلاك ديزرت سكارف. بعدها راح نتوجه لي اللي هو الباند سكشن او مكان اللي هو السراويل. طبعا من ناحية السراويل انت مخير تختار اي سروال يعجبك من السراويل الموجودة، لانه الحزام زي ما نعرف اللي هو ينتقل من سروال الى اخر، يعني اي سروال يعجبك تقدر تنقل له الحزام. لكن بالنسبة لي وبالنسبة لي اللي هو اللبس في بداية المقطع راح يكون اللي هو الخيار رقم 29 من اللي هو الفيتد سوت بانتس زي ما شفتوا في الجيم بلاي. اللي هو الخيار رقم 29 زي ما تشوفون اللي هو هذا. صراحة اللبس يعني اللي هو السروال متناسق مع التيشيرت بشكل كبير جدا. الحين كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس راح نتوجه لي اللي هو محل الأقنعة. لما نوصل عند اللي هو محل الأقنعة، كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو الهات سكشن وتضغط سهم يمين، بعدها تروح عند اللي هو اللي هو البوليت بروف هيلمت او الخيار رقم 17، بعدها تلبس اللي هو البلاك بوليت بروف هيلمت، بعدها تروح عند اللي هو الماسك سكشن وتضغط سهم يمين، تروح عند اللي هو الكرايم او الخيار رقم 6، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 26 زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها دايرة دايرة نرجع مرة ثانية عند الهات سكشن، نضغط سهم يمين، نروح عند اللي هو البايكر هيلمت او الخيار رقم 19 زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بعدها راح نلبس اللي هو الخيار رقم 30. بعد دايرة 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 تراكشن منيو سوي لك اللي هو شركة. بعد ما تسوي لك شركة فك الانتراكشن منيو كمان مرة، روح عند اللي هو الستايل، بعد الستايل اتأكد انه الهلمت فايزر او الخيار رقم اللي هو الخيار رقم 8 او الخيار رقم 9، اثنينهم هذولا لازم يكونون اون. بعدين نجيب لك دباب، اي دباب حلو. تروح عند البايك هلمت زي ما تشوفون الخيار رقم 6، وتخليه اللي هو البلاك بوليت بروف هلمت او الخوذة الحربية. بعدها ترجع عند اللي هو الشركة تضغط عليها اكس، بعدها تروح عند هو المانجمنت وثاني خيار، بعدها تروح عند اللي هو الستايل. الحين تخليك على نن، تضغط اللي هو مثلث، راح يركب الدباب. اول ما يركب الدباب راح تضغط سهم يمين،
اول ما تشوفه يجيب اللي هو الهلمت، شوف يجيب الهلمت، ارجع على نن حقنا، راح تشوف انه ركب اللي هو الخوذة الحربية على اللي هو البندانة حقنا. الحين كل اللي عليك انك تطلع من الدباب. بعد ما تطلع من الدباب انتظروا شوية، اذا ما شال اللي هو الخوذة اعرف انه جلتشك ماشي تمام. الحين كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو اقرب محل ملابس عشان نحفظ اللبس ونضيف تعديل اخير على اللبس حقنا. لما نوصل عند اللي هو محل الملابس كل اللي عليك انك تروح عند الجلاس سكشن او مكان النظارات، وتضغط عندها اللي هو سهم يمين وتشيل اللي هو النظارة. بعد ما تشيل النظارة يكون كذا مبروك عليك اللبس. الحين كل اللي عليك انك تحفظ اللبس، وبكذا يكون مبروك عليك اللي هو اللبس الخرافي. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. نبغى نوصل لهذا المقطع 280 لايك، ما هي صعبة عليكم دايما اللي هو ما اقول لكم عدد الا تجيبوه. شكرا لكم، شكرا لكم. رابط كلاني في خانة الوصف اذا كنت بتخش، وايدي في خانة الوصف برضو اذا كنت بتضيفني. سلام.